بارك اني شفتك بخير يا عم انور. الله يخليك يا استاذ. الله، مش الواد شوقي ابن اللي ماشي هناك ده؟ ايوه هو ده فعلا. يمكن جاي يزور امه من ورايا، يبقى في الخير برضه. يلا. مين؟ شوقي يا عم خليل. انا شوقي يا ابني، اتفضل تعالى. هلا يا حبيبي. اتأخرت ليه؟ معلش اصل يا بنتي عامله ايه يا حماتي؟ والنبي حماتي دي طالعه من بقك زي العسل. تشرب حاجه يا شوقي؟ لا ربنا يخليكي. مين؟ انا تمام. افتح يا خميس. اهلا اهلا يا استاذ تمام. خبوني خبوني. ايوه ايوه جاي اهو. افتح الباب يا بس. مرات شوقي فين؟ وهو ايه اللي هيجيب شوقي هنا؟ ما تتفضل يا استاذ تمام. اتفضل يا اخويا، ده انت حتى عمرك ما جيت لنا. اتفضل. انا افهم من كده ان الواد شوقي ما دخلش عندكم دلوقتي؟ محدش شافه من يوم ما طردته من البيت. وكمان عارفين ان انا طردته من البيت. علما كل الحاره عارف كده. طيب يمكن انا اتعميت في بصري ولا حاجه. لا مؤاخذه يا سي خميس. ربنا يكفيك شر العمى يا استاذ تمام. شكرين اهو يا اخويا. اتفضل اشرب حاجه بقى. لا في ظروف احسن ان شاء الله. سلام عليكم. انا متاكد انه شافني وانا داخل هنا. وفيها ايه يعني؟ هو هتدخل الكازينو؟ انا همشي. لا هتمشي ايه يا ابني؟ استنى، احسن ابوك يكون واقف بره وتبقى مصيبه لو شافك. طب اعمل ايه بس؟ خلاص بيت هنا. ايه بتقول ايه يا بنت الكلب؟ بتقول ايه يا بت؟ يا اخويا ما تقعد شويه. اقعد اعملي له شاي يا بت شويه كده، وهطلع اتقص واشوفه لسه واقف ولا لا. ما تعملي شاي يا بت، تجري. الله حاضر من عيني.